للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف امين سري مجلس شيوخ عشائر الثوره العراقيه الشيخ يحيى السنبل. اهلا بكم شيخي لهذه الجوله الاخباريه. هناك تظاهرات حاشده في معظم المحافظات العراقيه، ما هي دلالات هذا المشهد برايك؟ دلالات هذا المشهد هو الفشل الذريع لهذه العمليه السياسيه التي جاءت بمشروع الفساد الكبير وبتغطية إيرانية واضحة أو سيطرة إيرانية واضحة على المشهد العراقي برمجه. لذلك 15 عاما من الفشل على كل الأصعدة وتدمير البنى التحتية وتدمير التعليم والصحة والنقل وكل شيء، تم تدمير كل مسببات الحياة الكريمة للمواطن العراقي، بل إن المواطن يريد الحفاظ على البنى التحتية التي قد بنيت قبل 2003 ولكن لم يستطع على ذلك، لم يستطع على ديمومتها. لذلك فمشروع الفساد الكبير الذي حرم العراقيين حتى من لقمة العيش بعد أن انتهت ما تسمى البطاقة التموينية التي كانوا يقتاتون عليها قبل 2003، الآن أصبح الوضع مزريا لهم وهم يتحدثون عن مئات الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل أولا، والشيء الثاني هناك من العوائل من ذهبت تبحث عن لقمة عيشها في المزابل، إضافة إلى مئات الآلاف بل الملايين من الأيتام والأرامل التي ليس لهم معيل ولم يجدوا ما يسد به رمقهم. فهذه التظاهرات هي نتيجة الظلم ونتيجة مشروع الفساد الكبير الذي تبنته إيران وتبنته الأحزاب التي تدعي الإسلام التي جاءت للإثراء على حساب هذا الشعب وعلى حساب العراق وثروات. نعم شيخ، هناك أنباء عن استمرار القوات الحكومية باستخدام العنف ضد المتظاهرين، برأيك الخيار الأمني الخشن مع المتظاهرين هو الخيار الوحيد الذي تملكه حكومة العبادي؟ لا تملك سوى هذا الخيار في تسليط جلاوزتها المستفيدين والمنتفعين منها من أجل قمع هذه الانتفاضة وهذه التظاهرات التي جاءت نتيجة لانهيار كل منظومات ومؤسسات الدولة من ماء وكهرباء وجسور وطرق وكل البنى التحتية. فلا أصبح العراق يبابا، لا صحة ولا تعليم ولا نقل، فالمواطن أصبح في حيرة من أمره. فهذه هي من يدعي يمثل الشعب، هذا مجلس النواب الذي ينهب أموال الشعب، كل ما قدمه لنفسه هو أن يضع الامتيازات وسرقة المال العام في جيوبهم، وهذا الوزير الذي راتبه يمكن أن يكفي 200 عائلة، راتب النائب يكفي ل100 عائلة، وهؤلاء لا يجدون ما يسد به رمقهم، لذلك ظهروا. أما العبادي وحكومته فليس لهم من خيار إلا تسليط هؤلاء الجلاوزة من أجل قمع هذه التظاهرات. نعم شيخ يحيى، تستمر التظاهرات وتتصاعد رغم القتل والقمع على يد القوات الحكومية والميليشيات، برأيك هل هذه التظاهرات قادرة على تغيير شكل وواجهة سياسية في العراق؟ هذه التظاهرات نعم يمكن أن تصل إلى الهدف المنشود عندما تستمر رغم كل أدوات القمع، ولكنها أعطت صورة واضحة للولايات المتحدة التي صنعت هذه العملية السياسية، أو للمحتل الأمريكي الذي جاء بهؤلاء اللصوص وسلمهم مقاليد الأمور بطريقة ديمقراطية مخفية لا أساس لها في الوجود أساسا، عبر صناديق التزوير والكذب وتشكيل الناس وخداعهم. ولذلك أصبحت رسالة واضحة للعالم بأن ما يجري في العراق ضوغة واستهتار بالمال العام وبالدماء هو نتيجة هذا التحالف المشبوه ما بين المحتل الأمريكي والمحتل الإيراني الذي أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه. لذلك إن هذه التظاهرات سوف تستمر على ما يتصور كل المحللين والمتابعين للشأن العراقي، وإنها نعم
لابد أن تفضي إلى تغيير واضح في سبيل في سبل العيش العراقي وفي سبيل تغيير الخارطة السياسية التي الآن أصبح العراق برمته تحت السيطرة الإيرانية الواضحة، ونهب واضح بثروات وموارد العراق. الشيخ يحيى سمبو الأمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.